أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يريدون أن يخرجوا من
الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون كلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم
وَحَطَيْنَا بَيْنَهُمْ
المسيح.